السوم التعبون. بونسوار بونسوار تو المون. وينك يا اخي؟ تو جاي. كنت قاري في البورش. ايوا شنو هذا الكل يا معلم؟ انت باش تغني اليوم؟ بيان سور انا باش نعمل برشا فزات. سلم على الجمهور، عندك جمهور يحبك. سبعة اسامة حاج خليتهم مواطنين محليهم. نورمال تو انت تقول لي تحب هيك عليا اونفي. سالي راه باش يفضحني، عرفته باش يفضحني. انا عرفته جاي باش يفسد لي ليميسيون بتاعي خاطر غاير. اساس كانت حلوه هي من المان ليميسيون. بأسمعني ها تو سبيكتاكل بدا وانت قلتي تحب عليا. نموت عليها. اي نورمال جاي توا شديت من اللي فان نتاعي ومتاع عليا وميم تون قعدنا نتناقشوا فغام. باهي ما عادش وقت خلينا ندخل واي. هاي برا فيسع بدات تغني جا في الكوبليه الثاني. يا سالي يا توت. حشيبتكم الناس الكل، رجعت لكم ثاني مرة بعد ما غطيت لكم الدورة 50 من مهرجان كرتاج الدولي. السنة باش نغطي لكم الدورة 51، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله نكونوا زادة عند حسن الظن. نتذكر عمناول في آخر بلاتو قلت لكم ممكن نكون موجودة ويظلي كنت عند كلمتي. أما قبل ما نحكيو على البرمجة والعروض الموجودة في الدورة هذه، نخليكم مع لي بلو بو مومون متاع الدورة اللي فاتت. ما يظلمكم. أما هذا التيتر متاع سبيكتاكل اليوم اللي قرت فرقة مدينة تونس للمسرح بعد 40 سنة غياب على مسرح كارتاج، وتزامنا زادة مع 60 سنة من تأسيسها. سبيكتاكل أوماج للديفا عليا، عليا الساحرة، عليا عليقرة، عليا جالوزيني عامل حالة، عليا وشكون ما يحبش عليا. هذا الكل باش نشوفوه أتخافيغ اون كوميدي ميوزيكال اليوم، وأنا مش باش نطول عليكم أكثر بالكلام، نخليكم مع سبيكتاكل. ظلموني حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني. ظلموني حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني. يا ريتني ما كنت. يا بابا يا بابا. ولا بابا هاو بابا. على الحسن. هاي هاي. هيا ماني ولادي. واعمل اعمالك لله بدا يا ابو الهمه. ما تهلوش عليا وانا نزم الا وحكمه. راكم لوح في حماضه ومقرقر حيسه فيك. غني في الاذاعه تعطيهم مريضه، ما قدرتش تقعد مريضه. شهر ونص ها؟ ميسره كامله؟ شنو توا؟ شنو؟ نقاو عيني توا؟ العين عينك زاده وانت حر فيها. Thank you.
فرقة مدينة تونس للمسرح اليوم أوماج للفنانة عليا فواياج هزتنا فيه في أهم مراحل مسيرتها الفنية وشخصية زادة. برشا ناس جات باغ نوستالجي خاطر تحب عليا وتعرف الحكاية ديجا، وبرشا دي جون زادة جاو واكتشفوا شنو حكاية عليا وكيفاش خلطت. أكيد روح أمي عليا أكيد فرحانة روح متاحة على خاطر كما قالت هي الفنان عمره ما يموت. عرض ناجح ممتاز، نشكر الفريق الكل اللي خدم في العرض هذا واللي كرم عليا فنانة كبيرة وسرتو على رأسه مدام مولي نور الدين وكوثر البردي، وبرافو وإن شاء الله في العرض الجاي نعملوا أحسن من هكا. نشوف العمل مفيد بالنسبة للأجيال الشابة، يظهر لي الناس اللي ماهيش مغرومة برشا ولا اللي جون اللي ما يعرفوش عليا خليه يفهم ويقول لي قولوا شكون هذي عليا وخليه يمشي يلوج وخليه يمشي يتبعوا التاريخ نتاعها ويسمعوا الأغاني نتاعها. دونك غروسو مودو عرض مقبول. عجبني الديكور، عجبوني الممثلين، الدنيا الكل عجبتني. تفرهدت حاجه في قلبي، نحس في روحي طاقه وبصراحه خرجت، صدقني ضحكه من القلب اليوم خرج. اللي عشته من الاول للاخر فرحانه بيها على خاطر فما احساس قوي برشا 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 كي تبدا سورسين افتتاح كارتاج. ولما اكثر حاجه انا ليموسيون قويه برشا بالنسبه لي انا انه ساعه عليا ماهيش اي حد، معنا فنانه تونسيه ممكن هي قالت بيدها ظلموني حبيبي ممكن الناس ظلموها، ان شاء الله نكونوا الليله مرجعين لها من اليسر شويه، معناها مش من اليسر شويه اللي تستحقوا. العرض كان سمباتيك بالكده بالكده وبورتري باهي نتاع عليا وتكريم كان لها هي في بلاستو، والناس هكم شفتوهم سمعتوا التصفيق سمعتوا الشيخة وانا معناها عجبني بالكدا وتفرهدت وعملت كيف، وان شاء الله الاسبكتاكل الكبار هذوما يقعدوا معناها ديما في لي زوفرتور هذوما، خاطر المسرح حاجه مهمه برشا كي تفتح تحبي هي مهرجان كبير كيما هكا. محليها التجربه محليها يا ربي، ان شاء الله ديما هكا يا ربي منورين. بالنسبه لنا احنا عندنا عرض حلو بحكم انه تعبنا فيه برشا راهو، الحمد لله الجمهور كان جمهور راقي راقي بشكل غريب، موش معبي داكوردو خسروا هما اللي ما جاش خسرهم. تعلمنا حاجات واستمتعنا بالغناء وزاد ضحكنا ومن الاخر بكينا برسك. مدام منى ترشقت بالبكاء في اخر العرض على خاطر ايموسيون قويه، نو سولمون خاطرها مديره الفرقه اللي هي تحتفل ب 60 سنه ستينات الفرقه، مي اوسي على خاطر عليا صاحبتها لانتين احنا كي شفناها تبكي ولينا كنا نبكيو. دونك توا انا تنمو عندي ايموسيون قويه نتاع فرحه ونتاع احساس ونتاع حاجه احساس قوي. نحب نقول ان شاء الله الناس عجبتهم، يعطيهم الصحه الناس اللي جاوا اليوم ميرسي على خاطر فنان تونسي يعيش بالجمهور التونسي، وكما تجيوش انتم احنا ما نعيشوش. عندنا مده توا عندنا اكثر من 10 ايام نتمرنوا هنا، لكن تعرف مسرح كارتاج يلزموا تحضير يلزموا معناتها مش كيما نتمرنوا في قاعه صغيره كيما الربح نتاع مسرح كارتاج، معناها عنده هيبته عنده مستلزماته. وان شاء الله الجاي خير. وحاجه اخرى نحب نقولها للي يشكوا في فرقه مدينه تونس، نقول لهم هاو فرقة مدينة تونس شو عملت وش تنجم تعمل وش مازلت باش تعمل. 23 عرض يستناو فيكم في الدورة 51 المهرجان كارتاج السنة من 11 جويلية ل 18 أوت، باش نحاولوا نكونوا موجودين معاكم في الكوليس نعملوا دي انترفيو مع فنانين تحبوهم برشا وسرتو ناخذوا تفاعلاتكم وردودكم وارائكم على السبكتاكل اللي ان شاء الله باش تشوفوهم. اما لا غراند سوربريز عندكم دي باس في اي بي لكم انتوما اكاهاو. قالوا زيني عامل حالة لا 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 حيرت قلوب الرجالة لا لا لا. هذا اللي كان موجود في افتتاحية مهرجان كارتاج في دورته 51، أما كارتاج مازال محفلها ويعطيكم موعد لـ 14 جويي أترافيغ سبيكتاكل كوالي فلامينكو. أولي ديسي لا أنا خليكم بعد شوية مع سبيكتاكل لا ستار ليبانيز اللي غاب على كارتاج شوية وائل كفوري. سينون ما تنسيوا باش تتابعونا على شين يوتيوب متاعنا تونيزي تيليكوم والباج أوفيسيال تونيزي تيليكوم. أسمع ثمانية تقولكم ليلتكم سعيدة وأدمة.